السلام عليكم. اليوم نعرفكم بالمحطة تاع الشهبونية التي تقع في ولاية مندية، لأنه هذه المحطة اللي سوف يعني تدخل في الخدمة في خلال هذه الأيام، مع بداية استغلال الخط نتاع السكك الحديدية اللي يربط مدينة تيسمسيلت بمدينة تمسيلة عبر مدينة بوكزول، ثم ربط مدينة تمسيلة بمدينة برج باريريج. هي الحقيقة في زوج محطات في ولاية مندية في هذا الخط. نخليكم تتابعوا الفيديو، والسلام عليكم.